السلام عليكم. كشفت منذ قليل نائبة البرلمان الدكتورة شيرين فراج عن كارثة قوية، مؤكدة أن بعض شركات المحمول تبيع أرقام العملاء لبعض شركات التسوق من أجل كسب الربح دون احترام خصوصية العملاء. وأضافت عضو مجلس النواب من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تشن الفضائية المصرية اليوم الثلاثاء أن هناك بعض الأشخاص يستغلون الأرقام ويقومون بالاتصال بالمواطنين من أجل تسويق منتجات معينة تابعة لشركاتهم بهدف التربح. وأشارت شيرين أن تلك الشركات لم تكتفي ببيع أرقام التليفونات المحمول فقط، بل أنها باعت أيضا أرقام التليفونات الأرضية خلال الفترة الماضية بهدف التربح أيضا. كما أوضحت أن وزير الاتصالات أكد أنه يوجد بعض الأشخاص يقومون ببيع تلك الأرقام الخاصة بالعملاء لتلك الشركات وليس شبكة معينة، وأنهم خرجوا بذلك عن القانون ولا بد أن يحاسبوا.